لو الحكاية فيها إن فيتو استنى المجلس كله بيوافق على بعض التوصيات اللي كانت من لجنه كذا ولجنه كذا ولجنه كذا ولجنه كذا. بالنسبه لموضوع حضرتك تسهيل هقول لحضرتك ده يرجعنا لحاجه اصحابي مهمه جدا. حضرتك كنت حاضرها معايا الاستاذ وجيه كان حاضرها معايا بعضنا مش كلنا ان احنا نخلي بالنا من النقطه دي قوي قوي اليومين الجايين اللي هو كان الاختراع بتاع وكيلة وزارة القوى العامة مع الدكتور أسامة عبد المنعم مع محمد حسان بتاع سويد اللي هو التصنيف لأن هم لو خدوا شركة سفريات وصنفوا يبقى من حقهم يفتحوا في جميع أنحاء مصر يبقى احنا رجعنا رمينا الكورة وبنلعب من أول ولا فخلي بالنا من النقطة دي قوي 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 وبنحاول ننقض بعض شوية لكن هي المفروض في الأول وفي الآخر المتابعة على عاتق لأربعة بتوعية المكتب متابعة اللجان أنجزت حاجة أم لم تنجز طب أنجزت إيه ولسه عندك متأخر إيه بالتليفونات شغالين بحيث إن إحنا بنيجي هنا مخلصين الأمور مشفية يبقى العاتق بصفتك أنت رئيس الهيد بتاع الموضوع يبقى عليك كله زائد الثلاثة اللي معاك بتوعية المكتب النقطة الثانية الشركة اللي تكلموا عنها دي أنا أول مرة أسمع موضوع لأن في اجتماعات ثلاث اجتماعات ليكوا قبل كده ما حضرتهمش ما ساعدنيش الحظ إن كنت موجود يعني ولكن دلوقتي كونت فكرة سريعة عن موضوع تسهيل شركة تسهيل أنتوا شغالين بقانون شركات إلحاق العمالة بتنشأ بقانون محدد وليس قانون آخر وليس اي تحايل على اي لفظ في قانون اخر قانون 10 سنه 96 هو اللي بيحدد كيفيه تكوين الشركه بتاعتها وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده بنص القانون ولا يمكن تكون شركه اموال ولا شركه مساهمه ولا شركه ذات مسؤوليه ولا شركه مساهمه ممكن واموال ممكن لا القانون 10 سنه 96 حدد مسؤوليه محدوده حددها مسؤوليه محدوده والمسؤوليه المحدوده من ضمن اساسيات الاشهار بتاعتها في مصلحة الشركات ان يكون اسماء الاعضاء ومجلس الادارة معلومين وجنسياتهم معلومة تمام وموضوع الجنسية ده بيبقى مهم جدا في شركات الحق العمالة او في طبقا للقانون 10 سنة 96 هل هي منشأة الشركة الاخرى دي منشأة بقانون 159 ولا 95 ولا قانون 8 للاستثمار هل هي منشأة تبع انهي قانون من دول وكل قانون من دول يبعدها عن الموضوع خالص دي نقطة النقطة الثانية ان لازم تاخدوا وضع احترازي او استباقي او دفاعي تمام او هجومي دفاعي ايه هو ايه الجهة المهيمنة على اصدار تراخيص لشركات الحق العمالة وزارة القوى العاملة تمام انا ببتدي ابعت لوزارة القوى العاملة تحذير مباشر من شعبة الحق العمالة بغرفة القاهرة او الاتحاد العام ايا كان ببعت تحذير مباشر مش من حق تدي اي ترخيص لاي شركه ليست فيها شركاء مصريين او مؤسسين مصريين او لم تنشا طبقا للقانون رقم 10 96 اللي هو منظم للعمل او لانشاء الشركات بتاعتنا ابتدي ناخد الموضوع بعمليه قانونيه يا جماعه هيريحنا ويريح غيرنا وهيريح حتى الجهه اللي احنا بنتكلم معاها انت المسؤوله عن كذا القانون بيقول كذا امشي طبقا للاتجاه الفلاني ونبتدي نفكر بهذا الاسلوب كده يا ريس كمان احنا بنستعين بخبراء قانونيين
والله بص هقول لحضرتك حاجه، انا ليا برضو يعني نقطه في الحته دي. اكتر ناس يحسوا بالمشكله هم اصحابها، واكتر ناس عندهم الحل الصح هم اصحابها. بتبقى انت سوري في اللفظ او لفظ كويس ايه حلو ليكوا، هو بتبقى انت فت في مشكلتك، فاهمها كويس جدا وفاهم حلها ازاي وفاهم الوضع القانوني لانك متمرس. المحامي لسه هيجيب كتب ويقرا، انت ساعتك متخيل ان القوى العامله يطلعوا ترخيص. المحامي لسه هيجيب كتب ويقرا، ماشي، هيجيب كتب ويقرا ياخد وقت. انا عايز وضع استباق، ابتدي اعمل وضع دفاعي هجومي مع وزاره القوى العامله وابتدي اشتغل. يعني انا خلاص بقول له استنى، زي ما بعمل انذار على قد محضر في قضيه، وقفت الموضوع وابتدي اشتغل. ده المراحل اللي انا حبيت اقولها. شكرا.